بيشكر في مكانه اللي هو شغال فيه، بيبقى الكلام ناس تقول لك مش منطقي شويه، لكن لما يقول الاستاذ طارق قنديل نشكر قناه النادي الاهلي على التغطيه المميزه في الفتره اللي فاتت ضمن منظومه النادي الاهلي، يبقى كل الشكر والتقدير للاستاذ خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي على الطفره اللي بتشهدها القناه على اليوم اللي كان منظم بشكل رائع جدا، بشكل كبير جدا، كل حاجه كانت على شاشه قناه النادي الاهلي، كل مراسلينا وزملائنا اللي غطوا اليوم امبارح في احتفاليه كبرى، كمان كل الشكر للاستاذ محمد القوسي اللي قاد فريق العمل وفريق العمل بالكامل اللي موجود في القناه وتعب واجتهد بشكل كبير جدا، اكيد الشكر موصول لل